بمناسبة مرور سنتين على انفجار مرفأ بيروت وتضامناً مع الشعب اللبناني في مأساته، أقامت رعية أمار شربل بعمان لقاء صلاة عن راحة نفس الضحايا وعن نية الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار الأليم. ترأس الصلاة الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدينية، ورفع المصلون من كنيسة أمار شربل دعواتهم من أجل أرواح الضحايا وشفاء الجرحى واستقرار هذا البلد الجريح الذي لا زال يعيش أوضاعاً عصيبة منذ ذاك الحين. هذا وأعرب الحضور عن تضامنهم مع لبنان وشعبه في محنتهم الكبرى. بداية أشكر قناة نورسات النشيطة على نشاطاتهم الكبيرة دائماً في كل المناسبات الدينية في المملكة الأردنية الهاشمية وفي الوطن العربي. دائما توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية وتوجيهاته الرشيدة للشعب الأردني لا الوقوف جنبا إلى جنب مع أشقائنا اللبنانيين والجيران والأهل واللي تربطنا فيهم العلاقات القوية والمتينة، هم واحد وحزن واحد وفرح واحد، وفي مركب واحد. هذه طبعا من شيم الهاشميين وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم عندما هب لمساعدة الجيران والأهل والأشقاء في لبنان بالمصاب الجلل في الانفجارات اللي صارت مؤخرا، من حيث الدعم المادي والمعنوي والطبي والاجتماعي والإنساني، ودعا الأردنيين إلى هبة وطن وهبة إنسانية لمساعدة الأهل والأشقاء في لبنان لما تعرضوا له من انفجار. هذا هو سبر آل هاشم، وها هي أعاداتهم وأعرافهم اللي حفزونا عليها، وكانوا هما دائما القدوة والنموذج في هذا المجال. فندعو للبنان الأهل والأشقاء، وشخصيا أنا بلبنان بلد الدراسة الذي أقمت فيها عدة سنوات، لبنان المحبة، لبنان الفن، لبنان الثقافة، لبنان الاقتصاد، لبنان الإنسان، لبنان البناء، لبنان الفخر، لبنان اللي هي القدوة والنموذج من مئات السنين، وستبقى لبنان وستعود لبنان. أول شيء بدي أقول إن نحن سعداء جدا بمجيء الخوري جوزيف سويد على الرعية. كان قيمة مضافة كبيرة بصراحة، الأردن والرعية واللبنانيين بالأردن بحاجة لها، ونحن فخورين جدا بكل اللي عم بيعمله وكل المشاريع اللي هو ناوي يعملها بالمستقبل. ونحن بالسفارة اللبنانية بصراحة إلى جانب الأردن، نحن شاعرين أنه كل أردني كان معنا بهالمحنة اللي صارت معنا بأربع أبسنت الماضية، شاعرين أنه كل لبناني كل أردني حس بصراحة كأنه صارت عنده بالأردن المصيبة، والتضامن والتكاتف مع اللبنانيين كان يعني قل نظيره بصراحة. وحقيقة حتى القيادة، يعني مش بس الشعب، قيادة وشعبا، يعني جلالة الملك عبد الله الثاني تعرفوا كلكم أنه بعت مستشفى ميداني، ولكن مش بس مستشفى ميداني، اللي ما الناس ما بيعرفوا كتير، قبل بسنة بعت طائرات لأطفاء الحرائق اللي صارت بلبنان كمان، والسنة رجع بعت طائرة خاصة لكل، مثل ما قال رئيس الجالية عنا بكلمته، بعت طائرة خاصة لتجيب هذه الطفلة الصغيرة يلي أصيبت برصاصة طايشة. فالأردنيين قيادة وشعبا هن قلبا وقالبا مع لبنان دايما، ولبنان لن ينسى أبدا الجميل، وهو محفور هذا الأمر في قلبه دائما، ونحن بنتشكر كل واحد بيوقف إلى جانبنا، ولبنان لن ينسى ذلك. أول شيء بدي أقول شكرا لإذاعة تلي لوميير نور لسمحت لنا أنه نحكي هالكلمة ونعبر عن شعورنا نحن بكنيسة مار شربل بعمان الأردن.
الكل حكي عن الانفجار وعن سياسة الانفجار وشو الأردن قدم لنا وكيف الشعب ضل واقف على إجري. هلأ الانفجار أكيد كان يعني عمل ضرر كتير كبير لإلنا وللي حوالينا. أنا بنت جميزي كمان، نحنا من الناس اللي ضررنا ببيوتنا والحمد لله يعني قدرنا صلحنا بالقليل لأنه البيت ما تضرر كتير. بس بنفس الوقت هو التفاؤل، الأمل والمحبة اللي بين الناس والمساعدات اللي تمت بين الناس واللي اجت من برا وخاصة من الأردن، هذا ما واحد ما بيقدر ينكره. ونشكر الله رجعنا نوقف على إجرينا شوي شوي، بس بنرجع بنطلب إنه يا ريت يا ريت إنه الأحوال ترجع والزعمة تبعونا يسمعونا ويرجعوا يرجعوا لنا الأمل أكتر وأكتر وترجع الأوضاع الاقتصادية للبنان لنرجع نوقف على إجرينا أحسن بعد ما قطعنا الأمل وبعدنا بالمسيرة ماشيين. وإن شاء الله يا رب يعني دعاء من مار شربل من داخل الكنيسة، ومنقول الله مع الجميع، الله يرحم جميع الموتى، الله يصبر القلوب اللي انحرقت، والله يساعد الناس اللي يمكن أكيد مادياتها وإمكانياتها مش قادرين يقدروا يزبطوا بيوتهم. نشكر كمان مرة تالي لمير وأبونا جوزيف، ونحن تاني مرة من لكم الله معكم. شو بعد بيسوى أقول أكتر من اللي قلته؟ قلت الأشياء بوجع، قلتها بحب، قلتها أرفع صوتي من هون من الأردن من مطرح ما يوحنا المعمدان رفع صوته وصرخ صوت صارخ بالبرية: أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله قويمة. شو بعد بينقال أكتر من اللي سمعتوه؟ أنا بعد بدي أقول كلمة شكر من قلبي لنورسات الأردن، نورسات لبنان، على الدور الإعلام الرائع اللي عم بيقوموا فيه بهالأرض المقدسة وبكل المطارح. بدي أقول شكرا لكل شاب وصبية عم بيشتغلوا بحقل الإعلام، لأنه أنتوا بتعرفوا كتير منيح أنه اليوم كل القصة سوشيال ميديا وإعلام. شكرا لإدارة نورسات تيلي لوميير، شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله ربنا بيفتقد شعبنا بلبنان وبيفتقد كل جرحانا والمنكوبين خاصة. وبدي وجه تحية كبار لكل شهداء مرفق بيروت وشهداء رجالات الإطفاء ورجالات الأمن بلبنان. وبدي أقول شكرا لكل إنسان عم بيعطي شوية حب، يدفق شوية حب أكتر من الوقت اللي مضى لأنه نحن بحاجة له. شكرا نورسات، شكرا على حضوركم وعلى متابعتكم، والله معكم. يا رب السلام.